وصلنا. لابس شي تحت ثيابك؟ إذا هل إجينا بسرعة لهون وأنا مو لابسة غير هدول التياب، رح أخذ قميصك إذا كنت لابس تحته. خلص ما عاد بدي شي. هلا انا قدرت ارتاح. لو دورنا بسيارتك يمكن نلاقي تياب نوم. مو مشكله، رح نمشي امورنا هيك. شو بتنامي جوا ولا هون؟ وليش عم تسأل؟ بدك تنام؟ كبس علي الناس، تعبان. بكير. يعني إذا إجا كنان هلا؟ ما رح يجي. رح يستنى للصبح. ورح يجن جنانه على أخير بعدين بيجي. سكرت التليفونين ما؟ وطلعت البطاقتين؟ ما تفتحيهم؟ اه، وإذا سمعتي صوت غريب من برا اوعك تفتحي الباب، اندهيلي. طيب وإذا راح لعند رامز؟ لا، ما راح يعرف محله. الخال بالبيت الجبلي بيكوزا. أنت خايفة شي؟ لا، ليش بدي خاف؟ ولك شبك؟ في فارة تحت الكنبة، هي شفت فارة. ما تروح، ما تروح وعاك، ما تتركني لحالي، ما تتركني. معقول بتخافي من فارة؟ خليكي هون، خليكي هون، أنا بحل لك إياها. خلص مشي الحال، راحت. لوين راحت؟ مو مصدقتك. عايشة هاي فارة مو فيل، بتكون ماتت رعبة من صرختك، وإذا نفدت بتكون طلعت لبرا وهربت. لا، أنا ما بنام هنيك. ماشي، أنت نامي هون. ما تروح، ما فيني ضل حالي. يمكن تدخل من تحت الباب، إذا قدرت تفوت دنبة بتفوت. وشو رح نعمل؟ ما في غير تخت واحد هون.